رشيد خويا سلكني حرت واش نطيب. الحل راح يكون عندي. رشيد احنا في الدار كامل نحبوا مقروط الكوشة والكروكي، سلكني بكش غوسات خفيفة. يعني هنا السيدة طلبت منا زوج وصفات اللي رايحين نحضروهم، يعني ما خلاتناش نديروا لمسة مبتكرة ولا رايحين يعني نمدوا اقتراح، لكن السيدة طلبت منا زوج وصفات. نتمنى بأني رايحين يكونوا هاد الوصفات ناجحين وراح تستفاد بهم السيدة الفاضلة، ونتمنى بأنه حتى الجمهور الكريم راح يستفاد هاد الوصفات. أنا راح ندير عليه 3 كيلات، كل كيلة راح نحط عليها ملعقة من الفارينة، يعني 3 كيلات تاع السميد 3 ملاعق من الطحين الأبيض اللي هي الفارينة. أنا هنا عندي التمر، هنا عندي كمية من التمر، هاد التمر اللي كنت أنا حضرته مقبل قبل ما ندخلوا للبرنامج للحصة. أنا هاد التمر كما راكم تشوفوه كنت حضرته مقبل، اخترت الحبات اللي يكونوا ملاح، فورتهم خليتهم بردوا، بعدها درحيتهم، حطيت فيهم حوالي نصف ملعقة من القرنفل. القرنفل ماشي هذا راح نحطه كلمسة ديكور. أنا حطيت القرنفل اللي كان مطحون، حطيت نصف ملعقة تاع القهوة ولا تاع الشاي هذيك الصغيرة، وحطيت معها نصف ملعقة تاع القرفة، وحطيت معها رشة تاع جوزة الطيب. هاد جوزة الطيب راح تعطيني واحد المذاق رائع في التمر هذا. هنا راح نستعمل العسل، به اللي راح نعسل هاد المقروط. راح نستعمل كيلة من مزيج من السمن والزبدة، نقدروا الزبدة نحضروها يومين مقبل، راحين ندوبوها، بعدها راحين نخليوها تبرد تماما براس الموس، راحين نتقبوا هاد الزبدة، راحين نحو منها الماء اللي يكون فيها، بعد ما نحو لهذاك الماء نعاودوا ندوبوها مرة تانية ونعاودوا الكيفية ممكن زوج مرات ولا ثلاثة حتى نشوفوا بأنه الزبدة ما بقاش فيها الماء. راح نستعمل ملعقة كبيرة من السكر باش نعطي له طيبة لهذا المقروط، راح يكون يعني المذاق تاعو فيه الحلاوة، وراح نديروا رشة تاع الملح. راح نبداو على بركة الله. راح أول شيء راح نحط السميد. أنا السميد راح نستعمل منتوج ماما بكل صراحة رائع. أنا هنا راح نديروا بالرقيق. هنا نفس الكيلة اللي عندي تاع اللي راكم تشوفوا فيها اللي فيها الزبدة والسمن دايبة، راح نكيل بها السميد، راح نقعدوا يعني بالكيلات. هنا الكيلة راح نديرها معمرة جيدا، زوج كيلات، يعني هنا استعملنا كيلو تماما، لكن أنا حبيت فضلت بأنه تشوفوا بأني استعملت الكيلة مع هذا الكيلو. واش راح ندير الان؟ انا هنايا راح نبلو غير بالماء، هادشي راح يبقى لكم اختياري. الناس اللي تحب هذيك النكهه تاع المزهر راح ديرها، انا ما حبيتش ندير مزيج تاع النكهات لانه عندي هذه النكهه تاع القرنفل اللي حطيتها، وحطيت القرفه، وحطيت هذيك جوزة الطيب، راح يكون يعني فيه واحد الطيبه رائعه، والمزهر ممكن بانه راح يغلب هذه الاذواق. على هذه انا ما حبيتش نحط لا مزهر لا ما ورد، هادشي راح يبقى لكم يعني اختياري. هنا راح نحط 3 ملاعق تاع الفارينة كما رانا نشوفوا، راح نحط هذه الكمية تاع السكر، وراح نحطوا عليها رشة تاع الملح. هنا رايحين نحركوا جيدا، راح نحط هاد الكيلة تاع الزبدة والسمن، هاد المزيج، وكما شرحت لكم نقدروا نحطوا غير الزبدة، راح يكون بكل صراحة رائع، وخاصة إلا جربتوا هاد الفكرة اللي قلت لكم راح يعطيكم نتيجة رائعة، حتى اللون تاعو راح يجي رائع. هنا راح ندخلوا برك هذيك الماده الدسمه باش يشربها مليح هذاك السميد وهذيك الفارينه.
احنا متعودين يعني نديروا المقروط نحضروه بالسميد يعني متوسط ولا خشين، لكن هذا تاع الكوشه تاع تبسه راح نستعملوه بهذا السميد الرقيق. هكذا راح الان واش ندير؟ راح نبدا نرش انا الماء كما شرحت لكم، هذا الشيء راح يبقى اختياري. الناس اللي تحب تحط الماء زهر ولا ماء ورد، هذا الشيء راح يبقى لكم اختياري. انا فضلت هنا نطمو غير بالماء باش نخلي النكهات تاعي اللي راح يكونوا في التمر. الان راح نبدا نطمو حتى تنطم لي عجينه عاديه، لانه هذا السميد الرقيق راح ينطم ماشي كيما لا غوس سومول، يعني ماشي كيما الشيشه، راح ينطم لك عجينه ونبداو نشكلوه. كيما راكم تلاحظوا بعد ما طميت العجينه جيدا هكذا، راح نبدا الان نشكل. راح نحتاج صفيحه اللي تمشي للفرن، انا راح ندهن جيدا هاد الصفيحه. الا ما كانش متوفر عندنا لو غريسور نقدروا نستعملوا كميه من الزبده. الان رايحين كما راكم تشوفوا نخلقوا هاد الفراغ لداخل، فيه اللي راح نحط انا هاد التمر. انا نحب نحط كميه معتبره تاع التمر كيما قلت لكم، باللي نقدروا حتى في هاد المقروط نستغناو على العسل لانه راح يكون حلو، هاد التمر راح يكون حلو. وحتى هاد المقروط كنت رشيت فيه كيما شفتوا حطيت فيه كميه صغيره من السكر راح يكون بنين. الان راح نبدا نقطع الان لازم نغلقو هكذا هاد لي بوينت يعني هاد الشوكات تاع المقروط لازم نغلقوهم. واليو دوك بالظهر تاع الموس واش راح ندير؟ كما راكم تشاهدوا بانها طريقه سهله جدا، ان شاء الله برك تكون عندكم الاراده ورايحين تجربوه. كما رانا شاهدوا الان واش راح ندير انا؟ راح نستعمل اغصان من القرنفل اللي راح نحطهم كلمسة وراح تعطيني واحد الرائحة طيبة. انا الان واش راح ندير؟ راح نكمل نفس الشيء لهاد المقروط اللي بقالي، راح ندخله للفرن على درجة الحرارة 190 درجة، راح نخليه يطيب مدة 40 دقيقة، لازم يبقى اللون تاعو ابيض. 190 درجة ان فور بريشوفي يعني الفور يكون سخون، وراح نحطو هاد المدة. وبعد هذا راح نحيه ونخليه ما نمسوش لانه راح يكون مرمل لانه هاد السميد رقيقة، نخليه حتى يبرد تماما، راح نحيه من السنيوة من صفيحة الفرن وبعد هذا اللي رايحين نعسلوه. والان راح نحضروا الوصفه الثانيه اللي هي سي دي كروكي.
احنا كفارينة راح نستعمل كما راكم تشوفوا معايا لا تي 45، هي مخصصة بالحلويات. تي 45 راح تعطيني واحد الهشاشة في هذه الحلوة رائعة من منتوج ماما. راح نستعمل 3 حبات من البيض، راح نحط معاها 200 غرام من السكر، راح نزيد معاها 200 غرام من الزيت، زيت نباتية. راح نستعمل 15 غرام من الخميرة الكيميائية. راح نستعمل ملعقة أكل من بشور القارص، أنا فضلت نستعمل الأخضر، راح يعطيني رائحة طيبة فيه وراح تكون قوية. راح نستعمل كمية من رقائق اللوز، رقائق اللوز راح نديرهم لداخل، راح كي ناكلوه نشوفوا فيه واحد نسيبوا هذوك رقائق اللوز، راح يكون بمذاق رائع وتكون فيه هذيك الهشاشة. وراح نستعمل كمية من جوز الهند اللي كنت أنا حمصته، يعني راح يخرج النكهات ويخرج الزيوت اللي راح تكون فيه. راح نحتفظ بكمية صغيرة، ورقائق اللوز هو اللي راح نحطها من فوق في آخر المطاف، وراح نستعمل صفار البيض اللي راح نطلي به من فوق. راح نبدأ على بركة الله. أول شيء أنا راح نستعمل البيض، هي هذا النوع من الحلوى الكروكي، من الحلويات القديمة جدا اللي نستعملوها بزاف في الحياة اليومية، وخاصة العائلات اللي تكون الله يبارك يعني دي فامي نومبروز، يعني راح نحتاجوهم بزاف. نستعملوه للفطور الصباح، العشية، القهوة تاع العشية، حتى الأطفال في بعض المرات يحبوا حاجة تكون حلوة، وخاصة ما يكونش حلو بزاف، يعني ما فيهش بزاف حلاوة، لأني حطيت غير هاد الكمية تاع السكر، يعني مليح يكون في البيت. السيدة يعني طلبت منا زوج وصفات، نتمنى بأنه راح يلبسوها حتى الجمهور راح يستفاد بهم. راح ندير هذيك الكمية تاع الزيت، هنا استعملت غير زيت نباتية، ما استعملت لا زبدة لا مارغارين، راح يعطيني نتيجة رائعة من الوصفات القديمة هذه تاعي. راح نزيد نحط كمية أي ملعقة من بشور القارص، هنا راح نستعمل هذه الكمية. أنا نفضل لو سيترون فير، نقدروا حتى نحطوا لو سيترون جون، هذا الشيء راح يبقى لكم اختياري، في بعض المرات ننوعوا. هنا الآن راح نحرك كامل هاد لي زانغغيديون. كيما رانا نشوفو حتى يولي كثيف كشكل كريمي هكذا. الان واش راح نزيد عليه؟ راح نبدا نحط الفارينه، الطحين الابيض مع الفارينه. راح نحط هذيك الخميره الكيميائيه اللي هي 15 غرام، راح نحط كميه من رقائق اللوز، راح نكتفي بهذه الكميه، وراح نحط كميه من جوز الهند اللي كنت انا حمرته من قبل. هكذا الان انا واش راح ندير الان؟ راح نطم هذه العجينه كما راكم تشوفوا، راح نبدا نحط الطحين، نحط الفارينه حتى تنطم 100%، حتى تولي لي عجينه قابله للتشكيل. العجينة تاعنا كما رانا نشوفو تحصلنا على العجينة لمساء، لازم تكون شوية طرية باش تجينا الحلوة هشة، ما تكونش يعني ناشفة بزاف. بعد ما طميتها راح نحتاج صفيحة اللي تمشي للفرن، راح نحتاج لو غريسور اللي امكانش نتوفر، نقدر نحطو كمية تاع الزيت او الزبدة. ما ننسوش بانه راهو فيه الخميره الكيميائيه، يعني راح يتفاعل في الفرن، راح نشوفوا بانه راح يزيد الحجم تاعو. كيما رانا نشاهدو الان راح نستعمل فورشيت، راح نفتح هذاك الصفار، انا مع هاد الصفار باش ما تبقاليش ديك الريحه تاع البيض. واش راح نحط؟ قطره تاع الماء زهر، ما نحطش كميه كبيره، غير قطره صغيره، راح تعطيني ديك الريحه تاع الماء زهر.
راح تنحي لديك الصفورية تاع البيت، وخاصة السفر راح تكون فيه الريحة. كيما رانا نشاهدو راح ندهنو كامل. انا الان راح نرشو جوز الهند، هادشي يبقى اختياري، اللي يفضل رقائق اللوز ولا يفضل السكر هادشي راح يبقى لكم اختياري. انا حبيت هاد النكهه تكون فيها تاع جوز الهند، وخاصه جوز الهند مع الليمون راح يعطيني رائحه طيبه. هنا ما راحش نقطعو، راح نحضر باللي راح نقطعو. كيفاش راح نقطعو؟ بعد ما يخرج لي من الفرن، يعني هكذا راح يجيني سهل. بعد ما يخرج لي تماما من الفرن هكذا سخون راح نقطعو، يعني هكذا على بالي وين نقطعو. انا راح نكمل هاد الكميه اللي بقات لي وراح نديرو في الفرن. الفرن لازم يكون 180 درجه، نشعلو من التحت ومن الفوق، ولازم يكون بريشوفي لو فور بريشوفي 180، يعني 180 درجه، ونشعلو حوالي 15 حتى 20 دقيقه من قبل باش كي نحطوه لداخل باش تبدا هذيك الخميره تاعنا تتفاعل. وصفتنا لنهار اليوم كنتو شفتوهم بأنها وصفات بسيطة جدا. اليوم كنا حضرنا هاد المقروط اللي حضرناه بطريقة سهلة جدا، نتمنى بأنكم رايحين تجربوها ورايحين تنجحوا فيها. صحن جميل جدا، حتى المذاق تاعو راح يكون بزاف بنين وراح يكون صحي لأني استعملت تمور بلادي. كنا تاني حضرنا هاد الكروكي، كنت قطعته وحطيناه هكذا في صحن التقديم، يعني وصفة بسيطة اللي رايحين إن شاء الله تستفادوا بها. وصفتنا لنهار اليوم كما شفتوا بأنها كانت بسيطة شهية لذيذة، كانت من التراث وكانت فيها رائحة الجزائر. نتمنى بأنكم رايحين تجربوا هذه الوصفات ورايحين تنجحوا سيدتي الفاضلة. نتمنى بأني كنت في المستوى لنهار اليوم. أنا نقول لكم بلي مازال راح يكون الجديد على برنامجكم اللي تحبوه بزاف اللي هو سلك المحاين على قناتكم المفضلة اللي هي قناة سميرة. يعطيك الصحة يا راشد، والله راهي تشهي.